شكرا شكرا شكرا. تعرف شو سويتو؟ طبعا كنا 99 مشترك لحد ما صرنا 115 مشترك، ما توقعتهاش طبعا. زدنا 16 مشترك. السلام عليكم، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد والبسر عن عيوني ليش هيك، قبل شوي صحيت فايش طبيعي هيك. في خبر جديد، عملت حساب على الجيميل هيو عشان تتواصلوا معي او تبعتوا لي فيديوهات الرياكشن وكمان الاعلانات مش غلط، والرابط هتلاقوه تحت بالديسكربشن او الوصف. وفي خبر ثاني جديد، صح انا هذيك المره بالفيديو الماضي تاع العوده للقناه مش تاع الميمز اللي قبلين اللي قطعت عليها 4 اشهر. اللي قلت لكم فيه ان الفيديوهات صارت متوفره ب 720 درجه اللي هي اتش دي، واستحضر ايش صارت فول اتش دي اللي هي 1080. وكمان برجع بذكركم عشان تكتب تحت بالكومنتات ايش انزل اقتراحات الفيديوهات، لانه هذا اكثر سبب بيخليني اتعاجل عشان ما انزل القناه. مقطع اليوم بيحكي عن الراحه النفسيه، هو رياكشن نفس الشيء زي تاع الميمز بس على الراحه النفسيه، بس الردات فعل مش تصنعيه، حقيقيه، ردات فعل حقيقيه. اني اشعر بالراحة النفسية. هاي كويس للبندورة. هيك تشك تشك على السريع. شفت فيديو زي نفس المبدأ بس مش هذا قبل. هاد حلو بتركيب البراغي جبنة مرة تشوفها مرة تشوف هذا زي شو اسمه الرومين الان دول كنه بيجي بالاول هذا اللي بعرفه بس مش متاكد. عجينك انه الله ما اعلم. هاي حلوة. راحة نفسية. اني اشرب الراحة النفسية الان. بريمان متحركة عرفته بس ما عرفته كأنه نحاس هذا الله ما اعلم. طب بعدين شو الفايدة؟
بنطلون اسمه كياس كوكايين. هادو الراحة النفسية. واد كمان كان انه صيخ بدنا صار نضيف قبل بعد. شبه المعجون هاد. أناناس. هاد حلو. كيف عمل الكفوف؟ هذا في الفيديو هسا الفيديو كان عادي ما شفته كثير، وإذا بدكم أكمل زي كنتن راح نفسي اكتبوا لي برضه تحت بالكومنتات، وبعدين شفتوني ردات فيها غير تصنيعية. وبس هادو كان الفيديو ومع السلامة.